يعني عسر مثلا هضم، يعني انا عسر بزيد هضم، بصعوبه. يعني عسر هضم مثلا. ما ايوه تمام، اللي انا بزيد يعني جسمي بيزيد بصعوبه مع اني باكل كويس والكلام ده يعني. بص، يعني بشكل عام، بشكل عام لكل الناس اللي بتعاني مثلا من مشاكل الامساك ومشاكل في الهضم، في هناك بعض العلاجات الطبيعية سريعة نقدر نجيبها من المطبخ، بس تطلع على المطبخ وتجيبها. إيه مثلا؟ إيه الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي؟ هتبقى كفيلة جدا ان احنا نعالج بيها عسر الهضم والانتفاخات اللي بتحصل مثلا وليكن بشكل اساسي. او اهم حاجة او افضل حاجة من ضمن الخيارات اللي انا مثلا وليكن ممكن انصحك بيها، اقول لك حاجة اسمها شاي الهندباء. شاي الهندباء، المفروض سامع تعرف المفروض تكون بتكتب هذه الاشياء علشان ما تنساهاش. يبقى اول حاجه قلنا شاي الهندباء. شاي الهندباء ده بيساعد في علاج الامساك الخفيف، برضو ممكن يحفز الكبد على انتاج الصفرة، بيحفز الكبد بتاعنا على انتاج الصفرة اللي ممكن برضو بتساعد في تخفيف الامساك اللي موجود عندنا. برضو نقدر نقول ان شاي الهندباء ده مضر للبول طبيعي. ده طب يا دكتور نعمله ازاي؟ هناك طريقه كده معينه ممكن مثلا وليكن نستخدم فيها شاي الهندباء علشان نستفيد منه استفاده قصوى. يعني ان احنا مثلا بنجيب زهور واوراق نبات الهندباء وننقعها في الميه الساخنه لمده 15 ل 20 دقيقه ونصفي الشاي ونشربه. تمام يبقى بشكل بسيط عرفنا كده هنعمل ايه. يبقى اول حاجه هنجيب شاي الهندباء، هنجيب يعني او ممكن نجيب مثلا زهور واوراق نبات الهندباء دي وننقعها في الميه السخنه لمده من 15 ل 20 دقيقه ونصفي الشاي ونشرب. ده كده رقم واحد. تمام الزنجبيل يعتبر من ضمن الحاجات الفعاله جدا لعلاج امراض المعده المختلفه بما في ذلك الامساك. برضو بيساعد بشكل قوي جدا في تسهيل عمليات الهضم وتسيير عمليه الامعاء. الامعاء بتاعتنا اما نزود الحركه، يعني مش يعني ما الامعاء بتاعتنا يبقى في انتظام في الحركه الدوديه بتاعت الامعاء بتاعتنا، الهضم بتاعنا بيبقى كويس، الامتصاص بتاعنا بيبقى كويس، الهضم بتاعنا بيبقى كويس. دمت افضل حاجتين انا بنصح بيهم اللي هو الزنجبيل والهندباء. يبقى الزنجبيل والهندباء يعتبروا من افضل الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمهم، ان احنا نستخدمهم علشان نعالج عسر الهضم اللي موجود عندنا. ايوه في عندك اي اسئله تانيه؟ تمام يا دكتور. لا تمام، ربنا يخليك. الله يسعدك، الله يبارك فيك. بشرفني احلى بالاشتراك، بشرفني بالاشتراك في القناة بتاعتي على اليوتيوب. احلى الله يخليك، الله احلى يسعدك، فولو ليك يا دكتور، الله ربنا يسعدك، يخليك. الله يخليك. لو احتجت اي حاجة في اي وقت انا تحت امرك، الله يبارك فيك يعني.